السلام عليكم ورحمة الله تعالى. غادي نشرح في هذا الفيديو طريقة التسجيل في مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين ديال 2023. العدد ديال المناصب اللي كاين لهاد السنة هما 552 منصب. التسجيل كيتم فقط عبر الموقع الرسمي ديال وزارة العدل. بطبيعة الحال وانا غادي نوريكم كيفاش الطريقة ديال التسجيل، بالإضافة إلى خصكم تعرفوا التاريخ هذا. آخر أجل هو 18 سبتمبر، يعني عندك الوقت الكافي. وأصلا الطريقة ديال التسجيل راه سهلة، ما غاديش تحتاج أنك تجمع شي ورقة ولا تجيب شي ورقة من شي بلاصة. كنتمنى فقط لأول مرة كيتعرف علينا أنه يشترك معنا، كذلك يبارطاجي لاشين مع الأصدقاء ديالو ديال لاشين ديالنا. كذلك تلقاو نفس السمية في الانستغرام ونفس السمية في الباج ديال الفيسبوك. كنتمنى أنكم تشتركوا فيهم كامل، وكذلك تلقاو الروابط ديال السيت ديالنا وباقي الروابط. احنا كنتمنى أنكم تشتركوا فيها. ملي غتكليك على رابط موقع التسجيل غتلقى في صندوق الوصف، هو هذا، غتلقى فيه الشروط. المباراة غتكون نهار 19 شهر 11 في تقريبا جميع المدن الكبيرة، الدار البيضاء، الرباط، جدة، فاس، مراكش، أسفين، كناس، أكادير، كذلك باقي المدن. تدخلوا تقراو هادشي وغتلقاو توزيع المناصب. بحال دابا تنقولو الرباط كاين المحكمة الابتدائية بالرباط، سلات، مارة، خميسات، تيفل، الرماني. بحال دابا الرباط عندها 10 المناصب، سلة 8 المناصب، هكذا غادي. كذلك الدار البيضاء عندها 38 منصب، الدار البيضاء المحمدية 6. بحال هكا المهم هاد الطابلو هادو تدخلو تقراو تعرفو شحال المحكمة اللي ديالكم شحال طالبة. بالنسبة للشروط لا هي باينة، جنسية مغربية، السن غير محدد، معرفناش السن شحال، مدرينش في الإعلان الرسمي. الدبلوم اللي هو المهم تكون عندك شهادة الإجازة في العلوم القانونية، سواء تخصص القانون الخاص أو العام بحال، ولا شهادة الإجازة في الشريعة او ما يعادل. علاش او ما يعادل؟ كاين اللي كتلقى مثلا عنده الدوك مثلا في القانون، دار ليسونس بروفيسيون في شي تخصصين، عنده شي علاقه بالقانون او بالشريعه بحال هكا. المهم الشريعه او لا القانون. بالنسبه للناس اللي موظفين، اللي هو موظف مع الدوله وبغي يخشك في هذا الكونكور، تيخصو يجيب واحد الترخيص. هذاك الشيء حنا ما تيهمناش، الناس الموظفين تيعرفوا كيفاش يديروا. المسار ديال الترشيح كتم عبر هذا الموقع هذا، نكليكيو عليه ديال وزاره. من بعد ما كليكيوش عليه دابا، اخر اجل هو 18 شو تنبير. شنو خاصك توجد قبل ما تجي تكليكي على السيت؟ تجيب البطاقه الوطنيه ديالك تصورها الاصليه، صورها ريكتو فيسو، تشد الدبلوم ديالك الاجازه حتى هو تصورو، والناس الموظف يصور داك الترخيص، حنا ما كيهمناش. اذا انت وجدت جوج الوطن كما قلت لكم داكشي راه سهل. بالنسبه للمواد المباراه ها هما كاينين هنا، تدخلوا تقراو هادشي هذا ومعلومات اخرى باش ما نطولوش الفيديو اكثر. غادي نجيو دابا نكليكيو على هاد السيت ديال justice.gov.ma ديال وزاره العدل. كنجيو هنا غادي تقرا التسجيل، تكليكي على التسجيل الالكتروني، تجيك باج وحده اخرى. هنا مباراة الانخراط في مهنة المفوضين القضائيين ستنتهي في 23، تسجيل جديد. هنا يلا غنسجلو بحال هكا. هنا غتلقى بعض المعلومات، قراهم واحتفظوا. كنصيحه احتفظوا بهاد جوج نوامر اللي كتشوفوا دابا. قال لك في حاله وجود صعوبه او تقنيه او تنعم هذا الشيء، كاين اللي واخا هكذا، كاين اللي غادي واخا غيشوف فيديو، كاين اللي غادي يطفي التسجيل، كاين اللي ينسى ديال الحوايج. المهم احتفظوا بهاد النوامر في حاله ما غلطتوش حاجه، حيت ما يمكنلكش انك تموضي في المعلومات، مو تقدر انك تتصل بهم ويلقاو لك حل. احتفظوا بهاد النوامر هادو. تم الاطلاع، كتخش على تم الاطلاع، كدير تسجيل طلب الترشيح. امور واضحه، المعلومات ديالك ولا تعمرهم غير بشويه باش ما تزربش. غدير واحد كلمه المرور من الاختيار ديالك، هو باش تبقى تدخل لهذا السيت هذا باش تيليشارجي الكونفوكاسيون ديالك. راه عندك تنسى هذا المود باس اللي غديرو، اغلبيه دابا تيديرو الكونكور كاين حتى شهر 11 كيديرو، تيمشي كيجي شهر 11 كيعرف بان راه خرجوا اللوائح، تيقول لك دخل تيليشارجي الكونفوكاسيون، تيقول لك انا نسيت المود باس ديالي. اذا المود باس اللي غديرو عقل عليه، دير ديك المود باس اللي مولفش ديرو ديما، ديرو هنا وتكونفيرمي هنايا، عقل على القضيه، الاسم الشخصي، المعلومات النهائيه عاديه ديالك ديرو هنايا، ذكر او انثى، داكشي اللي ما فيهش داكشي راه واضح. كلشي بالعربيه، يعني كلشي بالعربيه، العنوان الشخصي، العنوان الشخصي بالفرنسيه، العنوان بالمدينه بالعربيه، المدينه بالفرنسيه، رقم الهاتف المحمول كذا مراتي، اسم الاب، اسم الام، هل انت من ذوي احتياجات خاصه؟ الا كنتي نعم راه كدير نعم، وكيعطيوك تدير نوع اعاقه، وهل تحتاج مرافق يعني اللي يكتب ليك او لشي حاجه، على حسب الناس اللي ما تيقدروش يكتبوا ولا شي. الا كنتي ماشي من ذوي احتياجات خاصه كتخليها لا، كنا الامور واضحه. شنو عندك هنا؟ البطاقة كيما قلت لك لاكارت ناسيونال، رشح 31 كيمشي كيصور لاكارت ناسيونال، تيدير ليهم غير الوجه. لاكارت ناسيونال دائما صور اي كونكور كيما كان، ريكتو فيرسو، ريكتو يعني الوجه والظهر، وديرها في البي دي اف. كاين اللي يقول لي حكا راه ما تعرفش كيفاش نحول، ها هما تصورت لاكارت جوج جهات ما عرفتش كيفاش نديرها في نفس البي دي اف. ها هو تشغل القناة
غتجي لواحد الفيديو درتو كيفاش انك تسكاني الواتس تقاد داك الشاب التليفون ديالك. هاهو عقلوا على هاد الفيديو، صورت الوثائق بين نقاط الباك الديبلوم وتردهم بي دي اف، ساهل بزاف غير بالتليفون ديالك كلشي موجود. كذلك هاد الترخيص ما عندك ما دير به، الا كنتي من الموظفين كيفاش غدير الترخيص؟ انت ماشي موظف، ما هنا ما تعمر والو. قالك يعتبر هاد التسجيل بهذا التطبيق المعلومات النهائي وغير قابل للتعديل، كلا ترى غير تسجل يقول لك حق لا راني غلطت نسيت ما درتش هادي، بغيت ندير لاكارت ولا ندير ليهم تصوير. اذا ركز مزيان، كدير اشهاد من صحه المعلومات وكدير تسجيل المعطيات الشخصيه. من بعد كتلقى ملي تكون عندك الامور كلشي هادي، كتلقى السميه ديالك هنايا، رقم البطاقه الوطنيه ديالك مكتوبه هنا. هنا كتلقى المباراه اللي كاين حاليا هي هادي، مباراه الانخاء في مهنه المفوضين القضائيين، كتكليكي على تسجيل الترشيح، كليكي عليها. هنا اختار المركز، انت عندك الحق تختار المركز اللي غدوز فيه في ديك المدونه اللي قلنا قبيله هنايا في الاول ديال الاعلان. عندك الحق تدوز فين ما عجبك، ماشي زعما انت ساكن في الرباط كفرضوا لك دوز في الرباط، دوز فين ما عجبك، دوز في تازة، دوز في الرشيدية، ومختار المركز اللي انت بغيتي تدوز فيه. نختارو حنا مثلا فاس، حنا كندوزو المثال. تخصص الإجازة، اسم الإجازة عندك واش القانون الخاص، القانون العام ولا الشريعة، كل واحد على حسب الإجازة اللي عنده. نوع الدبلوم عندك مثلا تكتب الإجازة الأساسي، ليسونس فوندامونتال هي الإجازة الأساسية، اللي كانت عندك ليسونس بروفيسيونيل في شي حاجة ديال القانون أو في الشريعة كدير الإجازة المهنية. سنة الحصول على الإجازة كدير هنا المؤسسة المانحة، يعني تكتب الجامعة اللي خداك كلية كدا هادي اللي خديتي فيها الدبلوم ديالك. كتكون تصورتي ديك الدبلوم ديال ليسونس ديالك كديرو هنا تاو بي دي اف بطبيعة الحال. قرار المعادلة، هادو الناس اللي عندهم شحال واحد دابا تيقول لي قرار المعادلة ما فهمتوش. المعادلة هي بالنسبة للشهادات الأجنبية، واحد واخد مثلا دروا في فرنسا، واخدها في السعودية، عندك شي ديبلوم ماشي مغربي، كتكون عندك واحد قرار كتجيب ديك شهادة المعادلة، أنت خديتي في المغرب صافي، يعني ما دير والو تخليها خاوية. دير أشهد بصحة المعلومات وكدير تسجيل الطلب. نكمل بعد هاد الشهادة ونشوفوا كيفاش المرحلة اللي يعطونا الموالية. عندنا الامور لحد الان كلشي عندنا مزيان، كيلقى واحد رقم طلب، الناس اللي تسجلوا لحد الان 2500، كل واحد انت ملي غتسجل يطلع لك واحد الرقم ديالك، ماشي مهم يعني بلا ما تحفظ ولا شي حاجه، التاريخ اللي تسجلتي فيه كدير هنايا طلب، هنا الطباعه ديال داك الطلب ديالك كدير ليه طباعه، نوريكم الشكل ديالو واحتفظوا عليه. غادي نفتحو نوريكم الشكل كيفاش يكون بحال هكا، فيه المعلومات ديالك، المسائل ديالك، وصل طلب الترشيح، داكشي اللي اختار المؤسسة اللي المركز اللي اختارتي تدوز فيه، والمسائل ما كلش هذا غير احتفظ عليه وخليه عندك. وقراو هاد البيانات هذه، قال لك بيانات هامة، قال لك يتعين على المترشح الناجح في الاختبارات الكتابية ان يدلي يوم الاختبار الشفوي نهار الشفوي، خاصك تجيب معاك هاد الوثائق هادو، ما نطولش عليكم تدخلوا تقراو هادشي على خاطركم. اذا في الاخير كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.